السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير. فيديو تعليق خفيف طريف كما العادة. الماضي هو اللي تسيطر على المستقبل، والأحداث ديالو هي المحرك الرئيس والمشكل الأساسي للحاضر وحتى المستقبل. داكشي علاش درت علينا حرب كبيرة لطمس التاريخ المغربي العظيم، لدرجة أن ولاد اليوم وحتى البارح ما عارفين عليه والو. بغاوك تنبت بلا جذور باش الريح اللي جات تديك وتكون سهل في العجينة، لكن مع ظهور قنوات وصفحات بحال محاربون وعلى الشاكلة، راه شعلات البولة الحمراء عند ولاد العبد في الجهة الأخرى من الشمال، وليتي مرة مرة كتلقاهم تحسبوا فينا شحال ولينا بحال علامات الساعة. ما بغاوكش تعرف شكون انت وشكون جدودك، بغاوك تبقى ديما محارب ومشغول بأخبار مطيشة. هاد الأخبار اللي عمرها عمر البشرية راه عمرها غتسالي، بينما هما تصرفوا مبالغ خيالية على القنوات التاريخية، هل اللي خاصة غير بالحرب العالمية الأولى، هل اللي على الثانية، وكل قرن داير اللي قناة وهما عارفين علاش. حنا مازال مدابزين مع مطيشة، لكن داكشي غادي بالتدرج وبدات مع القرقرات. الإنسان هو الكائن الوحيد من بين كاع الكائنات الحية المعروفة والمرئية اللي تصنع التاريخ ديالو، وهو الكائن الوحيد اللي عنده وعي بالزمان، وكذلك الكائن الوحيد اللي كيتفلسف وتيخلي شي وحدين تيقولوا هضرنا على الواقع اش بغينا شي تاريخ، وتنسى ان الغرب اللي مسيطر ليه على التفكير ديالو بنى النهضه ديالو بالتاريخ واللي تسميها رونيسانس. ورونيسانس كلمه مركبه كتعني الميلاد الجديد، هذا الميلاد اللي كان باحياء التراث اليوناني والروماني القديم والتقلب في اخر مكان في الاسلامي، اكتشفوا الاخطاء اللي دارت صلحوها وبنوا المستقبل ديالهم على اساس صحيح، نقاو من الخرافات والاختلافات، الشيء اللي خلاهم يطلعوا درجة على باقي الامم ويبداو عصر النهضة والاكتشافات. في الحقيقة وبلا فلسفة، راه كاين غير زمان واحد، وهذا التاريخ والحاضر والمستقبل غير في المخيلة ديالنا، حنا اللي درنا هاد الفواصل باش نرتبوا الاحداث، حيت كلشي متواصل، كل ما درتيها زينة اليوم غتزيد زيان في المستقبل، ولا خربقتيها غتعقدها في المستقبل. داكشي علاش ديما تنقول ولد على قد فلوسك، غير باش تتحكم على الاقل في الزمان ديالك، حيت كل واحد عنده الزمان ديالو، خط طويل الراس ديالو بدايه البشريه وواصل حتى لعندك، وغادي يجي واحد النهار البشريه غتوصل تقرا هاد الADN وتحوله المعلومه، بعد ما الحواسيب غتولي القدره ديالها خارقه، ديك الساعه غتقدر تبقى تشوف في الADN ديالك الخط الزمني، لسه طويلة ديال الفيديوهات، كل فيديو جد من جدودك ولا جداتك، إلا كليكيتي عليه غتشوف بعينيه داكشي اللي شاف من نهار تولد حتى مات. وهذا كان البحث ديال الدكتور عبد الحق في سلسلة السبتاوي ومامادو، صحابنا اللي في المستقبل. في هذا الخط الزمني كل خط عنده المايسترو ديالو، تيكون بحال مجدد الدين ولا شي مفكر كبير ديال شي قرن، وأنا جيتك من الأخر وعطيتك الخلاصة وفرصة تكون انت هو المايسترو ديال الخط ديالك، اما تهز ليه الدرابو وتطلع في خط تصاعدي ويكمل، ولا يهبط الاعلام ديالو بخط هابط يبقى هابط حتى يتدفن. هاد قضية المايسترو ديال الخطوط الزمنية دارت في اوروبا في ايام الاستقرار اللي كانت عايشاها، صحاب الحال سربوها للاعوان ديالهم اليهود والطبقة البرجوازية الموالية ليهم، باش الخط يبقى ديما طالع والثروة ديالهم ما تهبطش ديما في خدمة أصحاب الحال. ورغم أنهم كانوا بورجوا وبوكو حبة، كانوا إلى ولدوا أكثر من ولد واحد، كانوا تيختاروا غير الولد العايق الفايق هو اللي تيورتوه كل شيء ومعاه الخط الزمني، وتيوصيوه باش يقسم الثروة ديالو لثلاثة ديال الأقسام، أراضي وعقارات، فلوس كاش وسندات وذهب، تجي الحرب ولا تجي شي كارثة ديما عنده باش يبدا ويرجع يطلع الخط، وهكذا تيكون مأمن راسو ضد الأزمات. داكشي علاش أغنياء أوروبا البرجوا ديال اليوم كتلقاهم برجوا بالوراثة من ديك الحقبة، هما صحاب الشركات الكبيرة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ومادام جبدنا الهضرة على الأزمات، وكالعادة ملي كتبان شي سحابة ماشي هي هاديك، راه تنقولوها قبل الأرصاد الجوية في سبيل الله. وحنا في هاد الأيام المباركة، النصيحة هي أنه إلا كان عندك شي بركة، شري لأمك ولا أختك ولا مراتك ولا بنتك الذهب،
دبليج سرتلة مضمة على حسب داكشي اللي عندك، وهادشي خصوصا لصحاب البركة الصحيحة. غير شري الصحيح قبل ما يغلى أمو صديق. فوقيشة الروينة وحروب نابليون مع الملكيات الأوروبية، المغرب كان محارب غير مع الكواريت، كان جاه الجراد وقضى على المحاصيل وكمل عليه الطاعون وجات المجاعة. الطاعون اللي نقلوا الحجاج والتجار من الإسكندرية لتونس ومن بعد الجزائر. غير في تونس قتل ثلث السكان في قل من عامين ونص، وكانت غتكون الكارثة في المغرب كون ما دارش الحجر الصحي وسد الحدود والموانئ، ودار نطاق عسكري في الحدود الشرقية وأحزمة صحية على كاع الموانئ ديال طنجة وتطوان والعرائش. هاد التدابير ما كانتش كافية، وقدر الطاعون يتسلل للمغرب. مولاي سليمان كان بغى يسافر لسلا والرباط، وكالعادة كان تدي معاه الجيش والخدم والأعيان، وكل قبيلة كتصيفط مجموعة من الجنود كتمثلها. ومن بين المناطق اللي صيفطات كانت طنجة، صيفطوا 100 واحد، وكان فيهم اللي مصاب بالطاعون، حيت ديما الموانئ من بكري منها كانت يدخل المرض، واليوم تزدت عليهم المطارات. المهم هادوك الجنود عدوا واحد اخرين، ولا كل نهار تيموتوا المئات، وانتشر المرض في كاع المغرب، حيت من يجيش السلطان تيكون غادي، القبائل هي اللي كتكلف ليه بالمونة ديالو، وشي تيعادي لاخر. كانت محنة كبيرة. في الحقيقة الكواريت والأوبئة والمجاعات راه لكات المغرب كثر من الحروب. مولاي سليمان كانت كتوصلو خبار شنو طاري في فرنسا، وعلاش ناوي نابليون. داكشي علاش مع الطاعون وبحال اللي دار المغرب في كورونا، سد كاع الحدود والموانئ ومنع التعامل مع أوروبا، لا تجاريا ولا دبلوماسيا. بالمقابل انفتح على التجارة الصحراوية مع إفريقيا الكحلة. الألوف ديال الجمال ولات كتخرج وترجع للمغرب محملة بالمنتوجات. هاجروا معها تجار مغاربة استقروا في أماكن استقبال هاد القوافل. الأرباح كانت مرتفعة بزاف، والتجار كانوا تعطوا جزء منها للزوايا اللي كانت كتحضي الطريق وكتسيطر على الممر اللي كتدوز منه القوافل حتى توصلوا لزاوية أخرى. هكذا كانت الزوايا دايرة لاباس وعندها مداخيل تقدر تجهز جيش صغير. كانت كذلك بعض القبائل تاهي كتحمي القوافل من هجومات قطاع الطرق، وإلا شي واد دايز عندها كانت كتبني عليه قنطرة وكتخلص عليه. الزاوية في ذاك الوقت كانت زادت نغزة في البداع، وبدات يخرج داك الشي على السيطرة، وتصادف هاد الشي مع سلطان كان فقيه وعالم، غيكون أفقه واحد في أصول الدين في كاع السلاطين اللي دازوا في المغرب من الأدارسة حتى اليوم. كان عزيز على كل شيء، حتى عند اليهود اللي سماوه بالسلطان العادل بعد ما جرى عليهم خوه ليزيد من ملاح فاس وهو رجعه. أوروبا كانت ملاهية قامة مسوقة لينا، لكن البايات في الجزائر كانت شادهم الخلعة، حيت السلطان العادل اللي سد على أوروبا ارتفعت الأسهم ديالو وتشهر عندهم، ولا كاع غرب إيالات الجزائر تدعي للسلطان المغربي بلاصة السلطان العثماني، ولو تعتبروه هو أمير المؤمنين ديالهم. حتى أن السكان تلمسان في واحد النهار اتفقوا يديروا هجرة جماعية من المدينة ديالهم للمغرب، وفعلا جات مجموعة كبيرة ودخلات وهما اللي سميتهم تلمساني اليوم. هذيك المجموعة كانت كبيرة لدرجة أن السلطان سليمان تدخل وطلبهم باش يرجعوا، وقالوا ليه نمشيو عند النصارى وما نرجعوش عند الترك وخا نموتوا بالجوع والعطش. خارجيا كانت القضية حامضة، الدول الأوروبية كانت كتسنى غير شي فرصة من يدخلوا، وكانوا بغاو يدخلوا من باب القرصنة يلقاوها سبة، داكشي علاش سبقهم وسدوا ولغى الجهاد البحري ودخلهم في الجيش المغربي، واللي ما بغاش صيفطوا للجزائر ولا ليبيا يجاهد تما. نابليون كان حسن لولاد بورقة ودا ليهم الملك ديالهم وحطوا في الإقامة الجبرية في فرنسا. المغرب صافي نوا باش يرجع سبته ومليليا، لكن باش تعرفوا القضية في أصحاب الحال في الممرات البحرية الخطيرة، بريطانيا غتحتل سبتة في الوقت اللي نابليون كان محتل اسبانيا، ورجعتها لهم فاش رجع الملك الإسباني من المنفى باش يحكم عاوتاني. في هذاك الوقت ظهرت الدعوة الوهابية، وشاف السعود بن عبد العزيز أنه صيفط رسالة بالدعوة ديالو لملوك الدول الإسلامية، وصيفط وفد لمولاي سليمان. مولاي سليمان اللي كان سبقهم بهذا التفكير، لكن ماشي بالطريقة ديالهم. داكشي علاش صيفط ليه وفد من العلماء وكان فيه ولد إبراهيم، منها يحجوا
ومنها يتعمقوا في مضامين هذيك الدعوة ويديروا معهم مناظرات دينية مع الفقهاء ديالهم. مولاي سليمان لقى الأفكار ديالو متطابقة معه ومنسجمة في الجوهر ديالها مع التعاليم الدينية. ثم غادي يكتب الرسالة الشهيرة ديالو اللي تبرى فيها من الغلو في احترام الأموات والتمسح بالأضرحة. لكن حيت المخزن خبرة وعارف المغاربة كي دايرين، ما مشاش في طريق الوهابيين اللي اختاروا العنف والقتيلة، بينما المخزن اختار طريق التوعية والإرشاد والنصيحة. وحتى العنف ما كانش غادي ياكل، حيت الاتجاهات الصوفية كانت في الطوب ديالها، والزوايا كانت دايرة بحال قشالي صغار، كتعلم القراية والقتال، وعندها استقلالية، وكل قبيلة عندها الزاوية ديالها. هاد القضية ديال الزوايا تاهي راه طريقة ديال الحكم باسم الدين، هاد الطريقة اللي بدات مباشرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وشيوخ الزوايا الأولين كانوا هما هادوك مدعي النبوة، واللي دافعوا عليهم هما ولاد قبيلتهم، حيت كل قبيلة كانت بغات الحكم يكون عندها، وهذه كانت حروب الردة. القضية راه كانت حماد فهادشي ديال الزوايا في المغرب، حيت خلطات الدعوة. كل قبيلة كانت كتقلب على شي راجل فيه شوية ديال الضو، تسناه يموت تبني ليه قبة باش تقدر دير موسم الدور الناعورة، بعد ما تخلق ليه شي أسطورة ديال شي كرامة. وكل زاوية كتختار طقوس تميز بها على الأخرى، لدرجة أنه مثلا في مراكش ولاو تيطوفوا على سبعة رجال بحال الكعبة، كان داكشي بحال الهربة. مولاي سليمان خرج ظهير منع فيه الطواف وجر مواسم الأضرحة، وهنا غتنوض الفتنة، حيت مع هاد المنع ترجعت المواسم اللي كانت كتدور الناعورة. اليوم الإخوان هاد المواسم راه تعوضات بالمهرجانات، وهادشي كامل من أجل الناعورة. إلغاء المواسم وإغلاق الحدود والطاعون والجراد، بالإضافة لتهديد نابليون باش نصدروا ليه القمح واللي صدرناه صحة، رونات الدنيا وخلات قبائل الأطلس تمرد على مولاي سليمان، وسلخات ليه الجيش ديال القائد ديالو بوبكر المهاوش. لكن مولاي سليمان غيجمع جيش كبير، جيش فيه الجيش البخاري والحلفاء ديالو من قبائل أمازيغية وعرب، ومشاو عند هذيك القبائل دقدقوها. في اليوم الثاني مولاي سليمان ما بغاش القبائل الأمازيغية اللي معاه تشارك في الحرب تجنبا للحراش، خلاهم موراه وقدم جيش البخاري والوداية وجيوش القبائل العربية. وغير بدات هذيك الحرب، حلفاء السلطان اللي جاو معاه من الأمازيغ جمعوا على المخزن من اللور، وداروا السلطان بحال الساندويتش في الكماشة، كماشة بين قبائل أيت أومالو من القدام وقبائل زمور من اللور، وشدوا السلطان وداو لواحد الخيمة وحبست الحرب. وفي واحد المنظر تيطرى غير في المغرب، خرجوا العيالات ديال أيت أومالو بالبنادر والتعارج تيغنيو طلع البادرو علينا. كوين تارانتينو يبغي يدير هاد المشهد غيتفروح، سيسبانس في جزيرة إلبا والخيال العلمي في أيت أومالو. وخا أيت أومالو ربحوا الحرب، جاو طلبوا السماحة من مولاي سليمان وباسوا ليه راسو وكبروا به، وبقى عندهم 3 أيام من بعد مشاو معاه حتى المكناس وخلاوه. في القصر السلطان غيدخل في عزلة بعد ما ضاعت الهيبة ديالو اللي كانت بسبب الهزيمة والأسر، وما تلاش بغى السلطة وقرر يخليها لخوه مولاي عبد الرحمن وهو يتفرغ للعبادة. وحيت مشات هيبة المخزن بدا عصر السيبة وقطع الطرق، كل قبيلة ولات كتهجم على قبيلة أخرى، ولات كدير شرع يديها كتحبس القوافل وتسرقها، حتى قضات على التجارة اللي كانت مزدهرة مع إفريقيا. شنو طرى من بعد مع نابليون غادي نشوفه إن شاء الله في حلقة مقبلة. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.